وسهلا بيكم في قناه ست البيت. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الرز البسمتي. مكوناته: كوبايتين رز بسمتي، طماطم مبشوره، بصل مبشور، مكعب مرقه، بهارات، ملح، حبهان، كركم، حله فيها معلقه سمنه وشويه زيت ذره صغيرين. اول ما نحس ان هما سخنوا هننزل بالبصل، بصل مبشور، طماطم مبشورة، مكعب المرقة، هنشوحهم شوية. وهنبدأ نحط البهارات. بهارات: حبهان، وكركم، نقلبهم. لغايه لما نحس ان هما اتشوحوا شويه، بعد كده هننزل بمعيار الرز. احنا عارفين الرز البسمتي كوبايه رز عليها كوبايتين ميه. ننزل بالرز بالميه، نحط شوية كركم كمان عشان عايزينه أصفر، ونص معلقة ملح. ونغطيها، وأول ما تغلي نحط الرز. ودلوقتي المية غليت، هننزل الرز. الرز البسمتي مش شرط ان هو يكون منقوع، ونغطيه. اول لما نحس ان هو اتشرب هنوطي النار تبقى بسيطه جدا لغايه لما يستوي. ودلوقتي هنشوف الرز. استوى خالص. ودانا اللون اللي احنا عايزينه. وده كده شكله بعد لما غرفناه.